التدريب زيات من أزرو فارق ديالنا اتحاد طنجة اللي ماشي يلعب خارج الميدان في مدينة قنيطرة. كنتمناو مع دابا ديال البطولة كنتمناو نمشيو فواحد الطريق صحيحة اللي هي النتائج إيجابية والنقاط اللي تخلينا في المراكز الأولى البطولة. الفارق ديالنا ماشي دابا في السكة الصحيحة وكنتمناو شي بطولة شي كأس شي حاجة اللي تخلي المدينة دائما فرحانة بالكيبو ديالها. الحمد لله حنا عندنا الثقة في المدرب ديالنا السي عبد الحق بن شيخة الجينيرال ديالنا. كنتمناو التوفيق في هذا السفر هذا وثلاثة النقط غير ثلاثة النقط وقيلا ما نكونوا شي وعدك اللي جا مع عند الله. كنعطي واحد التحية خاصة بالنسبة لي اللي بحالي أنا ماجي من بروكسل تاني هنايا خصني نتفرج فريق ديالهم. كنمد واحد التحية كبيرة للجالية الطنجاوية المقيمة في أوروبا في جميع أنحاء العالم اللي هما تا هما مساندين الفرقه ديالهم واخا بعادين. وكنتمناو من الله الفريق ديالنا يزورنا شي زياره من بروكسل. السلام عليكم. اليوم جينا نساندوا الفريق ديالنا في التدريبات ديالو واليوم انا سمعنا بان راه غادي يسافروا اليوم وكنتمناو يجيو بشي نتيجه مشرفه اللي تخلي الفريق ديما في الراس. وكنتمناو انه تكون العوده للجمهور عما قارب ان شاء الله اللي فقدنا هذيك الاجواء أجواء اللي صراحة كتشحن الفارق وكتشحن الجمهور اللي غادي يمشي للملعب. وكنتمناو لهم الغلب إن شاء الله اليوم كنتمناو اللي هو 3-0 إن شاء الله. الحمد لله بالنسبة لفريق اتحاد طنجة كنشوفوا الوضعية ديالو تحسنت هذه السنوات الأخيرة بعد ما انتقل من القسم الوطني الثاني للقسم الوطني الأول. والحمد لله العام اللي فات كان كيلعب على الأدوار الطلائعية والحمد لله حتى المرتبة الثانية اللي كتخولوا بأن باش يشارك في الكاف. والحمد لله دابا كيتنافس على ثلاثة أدوار يعني البطولة والكاف وبالنسبه لكاس العرش. وكنتمنوا له مسيره موفقه ان شاء الله. والحمد لله بن الشيخه عنده امتيازات كبيره وعنده شهر على الصعيد الافريقي والحمد لله دابا عنده المكانه ديالو قويه بالنسبه للمنتخب. وكنتمنوا التوفيق ان شاء الله ويجيبوا لنا البطوله بقنيطره ان شاء الله تعالى.
شاء الله كنتمنى ان شاء الله كنتمشي انتصار الفارق مره اخرى ويكمل على بدايه موفقه ديالو. وحنا الحمد لله حنا مرتاحين اننا كنساندوا الفارق داخل الميدان او خارج الميدان، وحنا نبقاو دائما مساندين الفارق ان شاء الله. هذا العام السيد الجنرال عبد الحق بن شيخة قادر باش كنشوف مع التركيبه البشريه اللي يحتوي عليها انه قادر باش يفرح هذا الجمهور ويفرح هذه المدينه اللي كتسنى اول لقاء ان شاء الله. وكنتمنى ان اللاعبين يكونوا يعني في المستوى يتقاتلوا على القميص، لان جا الوقت فعلا جا الوقت باش اننا نتوجوا لشي لقب ونفرقوا هذه المدينه كامله. شكرا للمكتب المسير على المجهود اللي كيقوم بها طوال مده الرئاسه ديالو. كنتمنوا لهم التوفيق كاملين، لاعبين جمهور كل الفعاليات. نتمنوا من المباراه تكون فرحه رياضيه، ونتمنوا الفوز للفريق ديالنا طبعا. وكنشكروا جماهير قنيطرة اللي رحبت بينا وشكرا. واش ماش نقول لك المباراه، ماش نقول لك المباراه اللي فيها الخير يقدمه ربي. حنا كنتمنوا شي مباراه تكون اخويه وسهله. نتيجه طبعا حنا خصنا انتصار عليكم ان شاء الله. اليوم جينا ان شاء الله، اليوم جينا ان شاء الله اليوم غالب شي 2-0 ان شاء الله. وكنتمنى الفوز لفريق اتحاد طنجه. استعدادات عاديه ان شاء الله، 3 بوان ان شاء الله وبيبا اتحاد طنجه. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جينا لقنيطره نتساهموا نعاونوا الكيكو ديالنا والدعم ديالنا ان شاء الله. يوم 3 النقاط والحمد لله الاجواء مزيانه زعما ان شاء الله. 3 النقاط اليوم ان شاء الله. شكرا سي حمام. من لعب المباراه نتمنوا الوفاق ديالنا يلعب بجديه. وضعفنا فاطمه ديال قنيطره عنده مشاكل ديال مشاكل وعنده بزاف الغيابات. نتمنوا الانتصار ان شاء الله ونشوف المسيره اللي مشينا فيها العام السنه الماضيه ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للنتيجه ان شاء الله 2-0، وكنتمنى نتائج موفقه لاتحاد طنجه، وان شاء الله الجماهير ترجع للميادين. وكفى بالمقاطعه لان كتضر الفريق اكثر من اللي كتضر ان شاء الله. كتسمعوا الاهالي ديال الاتحاد ان شاء الله، الاتحاد وجيبوها يا الاولاد. تبارك الله عليكم، تحيه الله عليكم، تحيه لين تحيه للغيورين على اتحاد طنجه كاملين. احنا هنا في قنيطره جينا نساندوا الفريق ان شاء الله، وكنتمنى اليوم ان شاء الله تكون شي نتيجه ايجابيه. وعلاش لا شي 3-0؟ وهذه هي اللحظه اللي خصنا نساندوا فيها الفريق. الفرق الحمد لله ماشي بواحد السكه صحيحه. وتحيه لكم وعواشر مبروكه وتبارك الله عليكم. حنا هنا في قنيطره جينا نشجعوا بحال دائما الفريق ديال اتحاد طنجه. خساره ما كاينش الحضور ديال الالتراز ديالنا بحق ان شاء الله كنفتقدوهم، واخا كنغلبوا ولكن بدون طعم. كنتمنوا العوده ديال الجمهور ديالنا في اقرب وقت، وكنتمنوا اليوم نحققوا 3 نقاط. والفريق هو اللي كيتضرر لان الجمهور هو السند الحقيقي للفريق ديال اتحاد طنجه. وشكرا، وكنتمنوا العوده في اقرب وقت. وبيبا اير تي 3 بوينت ان شاء الله. بيبا اير تي ولعبنا الشاون. السلام عليكم. قبل كل شيء عواش مبروكه وسعيد بالصحه ديالنا. جينا ندير قنيطره نشجعوا الفريق ديالنا غالي اتحاد طنجه. حنا معاه في الصدره الضره في مكان. نتمنى تكون تطلع الجماهير الطنجاويه في المحل ديالو ويجيو جوج 3 نقاط اللي تكون غاليه مع بدايه المشوار ديالنا وحظ موفق ان شاء الله. وغادي نتوفقوا باش نتمشاو كل نقط ان شاء الله. وكنتوقع نتيجه مزيانه غتكون صالحنا ان شاء الله. السيادة الشمال يتقدمون مع نهاية الشوط الأول.
اتحاد اتحاد هكذا يا الاصداء بمدرجات المراكبة الشرفي يفعلها طنجاوة يفعل طنجاوة عاد مرة اخرى هذه اللقطة هذه جمالية اللقطة من ابناء الشمال الشمال جاءوا من أجل الانتصار جاءوا من أجل الزعامة من أجل ريادة الدوري المغربي صحيحة صحيح هناك الإكراهات المادية ولكن لنا صعيدا حتى التسيير المعقل حتى التسيير الجيد هو فعلا يساهم في تطور الفريق وكل جول تاني أبداً هكذا هي التفاعلات هكذا هي الآهات بعد الهدف الثاني لاتحاد طنجة يأتي مع بداية الشوط الثاني في لحظة كنت أتحدث فيها عن أحزاني وهمومي ومشاكل القنيطرة يأتي يوم الثاني يأتي يوم الثاني هذه الإعادة للقطة الثاني معاوي يرفعها الحواصي يقتنصها الحواصي في المكان المناسب الحواصي الوافد الجديد يسعد الالاف من الانصار يسعد الانصار الطنجاوية صحيح بعدد قليل هنا ولكن هم بالالاف هم بالالاف بالقلب بالروح بكل الجوارح يساندون هناك في طنجة العليا في كل البيوت في كل المقاهي نعم هم بالقلب حاضرون مع فريق اتحاد الانتصار الثاني على التوالي هذه الكرة أمامية فرصة فرصة معاوي 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 وعرضية ضاع على دفة ثالث عادل المسكري بطريقة غريبة جدا كما ترى يا المعاوي دائما الامدادات تاتي من جانب عبد الغني معاوي يعتبره مفتاح التالق بالنسبه لاتحاد طنجه في مباراه اليوم يتحرك كثيرا على الجهه اليمنى دائما عرضياته دائما تشكل خطوره عبد الغني معاوي هل يحضر الثالث في الوقت المحتسب بدل الضايع يحافظ على كورته معاوي ابرز لاعب حقيقه اداء اكثر من رائع لمعاوي في مباراه اليوم شوف يقوم بالمراوغه التالت يا حمودان مع الكرة الآن حمودان يقوم بالمراوغة حمودان يا حمودان أوه.